كارني هاما يدعو المواطنين للدفاع عن النمسا. النمسا تطالب إسرائيل بخطة لحماية المدنيين في غزة. الخارجية النمساوية تعلن المشاركة في عملية عسكرية ضد الحوثيين. منظمة العفو الدولية تنتقد نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا. واعتقال طالب لجوء قام بطعن شاب في مخيم ترايس كيرخن. وأخيرا ملاهي براتر في فيينا تبحث عن موظفين للعمل الفوري. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. طالب المستشار النمساوي كارني هاما المواطنين بضرورة الاستعداد للدفاع عن البلاد عقب توقيع النمسا على أكبر صفقة لشراء السلاح منذ عقود. ووقعت النمسا على صفقة لشراء 225 دبابة جديدة من طراز باندور إيفوليشن بقيمة 1.8 مليار يورو في أكبر صفقة تسليح للبلاد في 20 عام. وتأتي الصفقة في ظل تصاعد التوترات في أوروبا، وتهدف إلى تحديث الجيش النمساوي وتعزيز قدرته على الدفاع عن نفسه. وستصنع الدبابات بنسبة 70% في النمسا، مما سيوفر فرص عمل في قطاع التسليح. دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ إلى وضع خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين في جنوب غزة، مؤكدا على موقف بلاده المناهض لأعمال العنف في الضفة الغربية. وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل الهجوم العسكري الإسرائيلي المعلن في جنوب غزة، بالإضافة إلى بؤر التوتر العالمية الأخرى. وأعربت النمسا عن دعمها القوي لفرض عقوبات على الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن سلامة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، ودعت إلى رد فعل حازم من الاتحاد الأوروبي. أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ عن مشاركة بلاده في المهمة العسكرية الأوروبية إسبايدس في البحر الأحمر لمكافحة هجمات الحوثيين على السفن. وأشار شالنبرغ إلى أهمية المهمة، مؤكدا على مشاركة النمسا بعدد من الضباط والقوات. وأوضح الوزير أن الصراعات اليوم مثل الصراع في غزة لها تأثيرات عالمية، وأن مهمة إسبايدس تهدف إلى إظهار موقف أوروبي حاسم ضد هجمات الحوثيين. ولم يقدم الوزير أي تفاصيل حول مشاركة بلاده، واكتفى بالقول أن العمل جار على قدم وساق. انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا، واعتبرته يتسم بقيود صارمة وإجراءات معقدة. وأشار التقرير إلى صعوبة حصول ذوي الإعاقة على المساعدات، حيث يطلب منهم مقاضاة آبائهم للحصول على النفقة، كما يطلب من الشركاء السابقين مقاضاة بعضهم البعض بعد الانفصال. وخلصت المنظمة إلى أن هذه العقبات تؤدي إلى امتناع الكثير من الأشخاص عن طلب المساعدات. وأوصى التقرير بإعادة النظر في نظام المساعدات، حيث وصفه خبراء بالجسر المكسور فوق نهر متدفق. ألقت الشرطة النمساوية القبض على رجل مغربي حاول قتل لاجئ ليبي في مخيم ترايس كيرخن الشهير للاجئين بالنمسا السفلى. وتعرض الضحية لعدة طعنات بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة جعلت حياته في خطر. وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به، وهو طالب لجوء مغربي، وسرعان ما ألقي القبض عليه. وقد تولى مكتب التحقيقات الجنائية القضية. ويعد مخيم ترايس كيرخن رمزا لأزمة اللجوء في النمسا، ويعاني من ازدحام كبير، حيث يقيم فيه حاليا حوالي 600 شخص. أعلنت إدارة مدينة براترا الترفيهية الشهيرة في فيينا
عن وجود أكثر من 80 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات للعمل الفوري وبدون خبرة مسبقة. وقالت في بيان لها أن نقص الموظفين قد يعيق افتتاح بعض المرافق في الوقت المناسب للموسم القادم، وأعلنت 13 شركة فيها عن وظائف في مختلف المجالات مثل مشغلي الألعاب، الفنيين، الكهربائيين، الميكانيكيين، إضافة لقطاع المطاعم. وللتغلب على المشكلة نظم مكتب العمل في فيينا معرضا خاصا، وتم دعوة 200 متقدم للمشاركة في حدث الموعد السريع. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.